السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع دان هر أصيد إحقاله وهان عدسنا يا هرنا عير إنان كهر مرصدا آنو أركي فرصة إنان كدكتوه صوبتو أهم وحاجر ور حالي شالي إنت لغشي أغي وباهي إيو ور كالو لغول لماني آنو أركي إن رأيي إنان كدكتو ور كاسو حو أها ميل أيا لسو قلي مدحوينها دكتور حسن شيخ محمود وإنو كتوبت كينا ديلكي طوبانكي علوما إسلام مركاسنا وإنو رأيي قلين كبحيا موضوع إشارين وحالاقيا بأي نسيكال اللو فهمي إسلام مركاسنا قفكي قرال كاسي كولي نشيخ أنا قرال ما حين كولي هذلو أها ماشي سوق قليي مركا وحان كغد جوابي يضو كوبان أن الرئيس الصومالي ليست عليه التوبة دكتور حسن شيخ محمود واجبكما إنو كتوبت كانو دنبي أوسن قلين ولا تزر وازرة وزرة أخرى وحاك روجرته ساولا سعطان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحكوليها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا مجرمين مدحوينه يريز الوزاره يعيذن كي دول دورنا دنبي ليالي حيان ومدحوينها وقت كاس جوغي واي ما أهان سيددتك خاركوذ أفسرتان مدحوينها حد جوغي شقاكم لهان فعل كي فالدنبييت كي نعي شقاكم لهان أرنتس إن وحربي إن أن بياميو مدك على وحربا مركي أن سوب حي ويلي روان دلي وحويري أبا صومالي أو سعطة it's very dangerous place لغة إنجلش كوكوها الله سأقول سعطة المهنة وحالها وسعطة مركاس وحودا وحام مقلي you going to jihad مركاس عنده yes jihad أو سعطة مركاس وحويري you will die مركاس عنده yes you won't come back مسلم الله من دونت وحالها دعاء أخرستي أخرسنا يا حدا الدعاء ده خرحة مو بحي مركز خرحة كعب سن ميقول عيد دولة عنده إن شاء الله دعاء سن الشيء كان كم قلي أو ده هاي عليه ما ركت نكاسي إلهي سبحانه وتعالى هكر ما ركت كرال النقض وحيري وحد أخذت أمرك ما له نوع سك لا جوت إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك وانصرني ولا تنصر علي وأعني ولا تعن علي واهدني ويسر لي الهدي إلي دعاء سنكون دعاء سنة إن شاء الله لما أنتين وبدبادينا وحان ربانية الجهاد إن أن لني ما أدنو جهادا كون جرنا تاسر وينا عند حسوسي نمن كان لها يشبهات كدان هر أسيد حقال وقتنا عن تايما كنا مانا يا شيخ محمد آدن إن شاء الله نمن كان سدح موضوعي أذيك سدان مركي لها يان متكمد أخ هرتي وكل هاي وفكر كاسي خوارج تأمين سن سدح أديك سدان كبرضني أديك سدان سدح كبرضن لكن سدح عن سواق عضنا وقت قدرت يس كل واحد لحان دستور ك أو سوماليا ودستور قالت كل ماشي كبلابان سدح درات هذا حا واجب ما دام الدستور قالت ويا هاي وحماشة كنا يحكم الإسلام كم حكمان حيث سواق عضنا يعني أيدي قرآنك وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أعيد سو تفسيرك أن أغنى حتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير عجيب أنه كفر سريح حتى أنه يهدوجر حاكم آمن سن حكم الإسلام كأنه واجب يهي لكن أن حكم وحوده هي كفر دون كفر كل شيء قد قيب وكشيء هذا وقالي ما هنا كفر الدين تلقى قبح حي ويواجب يسا إلا الدلو أما أريده بمقل حتى مركا مسألة هذا مسألة سهلة ما أحن. سيدا درادة دحي أميسيهن كو دستور كأنه دستور إسلامي أحين. أنا مركا وحن ما دام رجل شرعة والقانون أنا حي وحن أخري إلا لواتن دستور كدوات مركا دراسينا دستور كسومالي ذا. ذاتك كتلب بحيان كم إذا دستور كمرنا ما يسترنا وأقنهاي لكن وحن ربع علوم هذا خلق عنا أو معلمين تيدي كجيران شيوخ تيدي كجيران إنه يقو وافق دونا دستور كان إنه دستور إسلامي بل أنا واحد قاري دساتير أو وضمات المسلمين تعداد أخلصان وكفي عن يسوق قبيئة
أفر دليل كريم أوسو قادنا يا نمنك دلني يرى ذا قاركود دقيسنا يا هدا وأن هو إني دقيسنا يا أن رجينا يا إني كسو تغان كسو عراران خوارجت يدب وقصولاتان شعب كود يغو رميسن أو آمنا يو دستور كأنه دستور إسلامي كو وحاكو غران أفر قضب أي جرا أو دساتير المسلمين تأنا كقرنين حتى كوف عن أو دستور السعودي وكجرو أن كقرنين كوف حكوا قرن شرع الإسلام كأنه هي مصدر أساسي أو شرع الإسلام حلو جدا قوانين تود قرن لبوا حكوا قرن إن وحي كسهر جدا شرع الإسلام أو قوانين أو ودنا كلا كانوا نول إنيهين معناه ذو حكم جيران إنيهين نعم أوكي لا بدك أقصو كبينا إن شاء الله. قلب كلو حاجة توصدحات أو دستور كنا كقرن والدم هذا مسلمين الدساتير تود كمه اللي سوى قلب عجيب بدن. قلب كاسنا مذحوينا هالشيء الشالي. قلب كاس حوله الدين أنا هن دين سلام كلو ما فافين كلو ودك الصومالية. دستور أهان واي والدم هذا كلا دستور أهان أقوم قرنا. بولس أهاني أسمى استين. أوله إسكينا شرع هذا. قلب ككلا وحكوت على مقاصد الشرع هذا. إن لو وافجنا يو وح على وحي حرر أه أو وضنك أولي هاي أما أوسا ما يصدقونه هدي كهر يماذا أنا قلبك كلا أيا الراعيا كهر تتاسو آمنين وحد وبين مرك وحي آمنين صوت هذا دستور كنا مرك أنت أسأل صوته وهذا دستور سلامة مرك ورك آمنين صح ما هن إن الجهات كو قاضنا ما هن دولة هي شعب كذا لبوا وحي آمنين حكومة دان إن يتهاي حكومة علمانية أو معنى هذا يتهاي حكومة دا. مدحوينه برايم مينستر اني ود امنسيين فصل الدين عن السياسه وركاسن رن ماهن دغين وا كومقلني شلي مدحوينه و هو شيغاي او اهيد ان ودن كان و يهي ودن شريعه اسلام ك لوغو دقايو بقولكيو بقول هيرك دقيتانك ام فولنتيسا وا واحد دود لجلين كرو لكن ما دام ان هي دولت هرمر سمينيست او ستيب باي ستيب iyo tadarruj iyo inta soo loo baahay waqti ay qaadan doonto culimada u taala sheekh ahmed abd samad suud dhahay hadaytu oo kale say active u noqdaan ay ula falgalaan dawladda oo markaas hooshan ay u dhaqan gasho qodobka ugu dambeeyo waxay aaminsan yihiin in la jihada dawladdan ay dadkeeda sababtoo ah gaalay keensteen su'aal iimaani saajto markay iyagu ku wajahan oo ah yaa sabab u ah gaalada inay dhulkan timaado iyago hubaysan iyadoo aan ognahay qaar kamid ah muslimiintii degdegtay ama haka ahaato ilmi yari iyo waxay doontaba iyadoo markay isbideen in maaragtay awood islaamiga ay timid inay ku dhawaaqeen in dawladaha dariska xitaa ay wada qabsanayaan markii yaa invite gareeyay oo keenay in ay yimaadaan quwada shisheeye oo hubaysan intaas iyadoo kooban waa inta ay ku doodayaan waxa ma aragtay loo dilishan kara in dawladdan lala jihado iyo dadkeeda ugu dambeyntii waxaan rabaa in aan ku soo galaado hadii aan rabno maadaama hadda dadka aan wax barayno in saddex iskaashadaan in lama horaan ay tahay culimada waxay ku celceliyeen labo أنا وحنا من سنة صدق هذا إسكاشدان دتك وحلا بري كرا وحلا فهمسين كرا لو ذا جاري كرا عقوش هذا صدق هسوي حواية دولتي علماء ذا إلا صعته أنا قو مركز كام قادنا عيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقول أمر منكم وقول أمر منكم وقرن إنسان علماته إنه حلو فسري دولتي علماء ذي أول صعته علماء ذي دتك بري ساي يعلمون الناس الشريعة دولتينا ينفذون الشريعه والله بدي الدور واي دولتي الشريعه عاد دقنغلينيسا وواجب كسارن علمدن الشريعه عاد بريسا marka dawladdi culumade hal qayb aad jirto marka aan lagu celin waa dadkan lagu wareegsan waa wariyasha waa media saddexda saday wada shaqeyso al shabaab al khawarij aan dhahay wal afjar kara waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalkeyga aan daqiiqad aan ka xoogaa waxaan ka hilmaamay wuxuu dhahay wiilkeyga yar dadka aad la dagaalamaysaan muslimiin ma ahamiya markaas aan waxaan dhahay DRSG markaas u dhahay maxaa waa aba SG waxaan dhahay waa Somali gangs Somali gangs mutaqaan yahay dilla fasiro gangs waxa waa Mareykanka markuu way yaqaan isagu fahmaya gangs waxa waa ku wax dhaca
وحدله نحريس أن لحين سيدي مدحوينه نك دولها أو كره أو مساكين كه هين جان لقبته أي توكتين سوما وجانجس واي مركا مجا على سينا يو الشباب حتى مجا قرحون واي لما سين كركو شيخي شلي علوم هذا قاركو ذا شعب رحمين وهم ملاينا ودهيس ودهي حتى خوارج معهن سيفوين أو ووي دافن مركو وجانجس أنا وحديه لها مركا مدحوينه حس الشيخنا وشاجي وحديه مجا عن الخوارج هلا الشرعية يو أوفيشل ها نقضوا لكن وحديه لها خوارج أو جانج أهل غدرة والله أعلم. ما شاء الله جزاك الله خير أدب أمها سنتها دكتور حسن وحن رجينا